قدامي الدكتور محمد سعيد محفوظ. الو، اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. طبعا احنا اولا سعداء جدا لانه بدات الزيارات للاعلاميه القديره امال فهمي، وطبعا حضرتك كان ليك شق كبير والاكبر تقريبا في هذا الموضوع، انه حضرتك اللي نظمت الزيارات دي للاعلاميه القديره امال فهمي، واكيد رفعت معنوياتها كتير جدا. ممكن تحكي لي ازاي بدا الموضوع مع حضرتك؟ طبعا هي زيارات لا تنقطع عن الإعلامية الكبيرة الأستاذة أمال فهمي. هي متواجدة في مستشفى المعادي العسكري من حوالي سنة بقرار من رئيس الجمهورية. هي لا تمر بأزمة صحية يعني كما يتخيل البعض، هي فقط تحتاج لرعاية دقيقة وقريبة جدا بحكم السن. هي تبلغ من العمر الآن، ربنا يديها الصحة يا رب وطول العمر، 92 سنة ما شاء الله. ولكن هي تتمتع بوعي كامل وبقدرة ذهنية فائقة ما شاء الله، والسبب في ده إن هي منشغلة باستمرار بالقضايا العامة، بتتابع الإعلام، بتقرأ الجورنان كل يوم، مهتمة جدا بمشاكل الناس اللي حواليها. ما زالت عايشة في روح برنامج على الناصية اللي بتهتم فيه بمشاكل المواطنين. يعني هي إلى الآن يمكن في خلال الأيام القليلة الماضية حولت يمكن 20 حالة للقصر العين، بتكلم مدير المستشفى مباشرة، يتم علاجهم على نفقة المستشفى. فيعني هي منشغلة جدا كما لو كانت تقدم برنامج على الناصية حتى الآن، لدرجة أنه لما بنلتقي بنموذج يعني كده مختلف فدايما في يعني زي كود بيني وبينها، أقول لها يا ماما ده على الناصية. فهي طبعا انا بقول لها ماما، وغيري طبعا كل الزملاء الاعزاء بيقول لها ماما، لانه هي يعني والده لكل الاعلاميين. هي لم تنجب، هي ربت اثنين من اولاد اخواتها الاستاذ سامح والاستاذ اشرف، وبتعتبر كل المصريين ولادها. طب هي من حوالي اربع ايام او اقل من اسبوع انا رحت لها، كانت الحقيقه حزينه لان هي كانت بتشعر بقى في ظل يعني حاله الاهتمام دي، لكن شعرت ببعض الجحود من اشخاص هي اهتمت بيهم في وقت ما، وكانت حزينه حزينه للغايه، ولما بتحزن تقول يا رب اموت. فانا يعني قلت لها طيب قولي لي مين الاشخاص اللي انت مشتاقه تشوفيهم. بصعوبه املت عليا قائمه، والقائمه دي فيها الدكتوره دوريه شرف الدين، والاعلاميه الكبيره نجوى ابراهيم، الفنانه توسن بدر، الفنانه رجاء الجداوي، الزميل العزيز والصديق عمر زهران، الاستاذ طارق علام، والفريق صفي الدين ابو شناف القائد الاعلى لرئيس الاركان القوات المسلحه الاسبق في خلال حرب 73، وهي كانت التقت بيه وقت ما كان مصر بتتسلم مطار المليز اللي كان محتل من اسرائيل في ذلك الوقت، ولها معه ذكريات. فأنا على الفور بدأت بقى أعمل على يعني توجيه الدعوة لأعضاء هذه القائمة، والحمد لله وفقنا إنه جالها الأستاذة نجوى إبراهيم. طب كانت حاسة بإيه بقى لما جميلة. وما أقدرش أقول لك كانت جلسة رائعة وكأنها عادت طفلة. ياه، 180 يعني درجة فعلا قد كده أثر فيها جدا جدا. وأنا عايز أقول لك أي زيارة بتأثر فيها فما بالك من أبنائها وتلاميذها اللي هي بتعتز بيهم. ايضا الدكتوره دوريه شرف الدين كانت امبارح الحقيقه بتزورها، وكانت ايضا زياره رائعه جدا وكانت في منتهى الفخر بيها. طبعا لا واضح في الفيديو السعاده اللي هي فيها طبعا الحمد لله يعني. وطبعا احساس جميل طبعا ان هم طبعا كل الاعلاميين دول كانوا تلاميذها في يوم من الايام، فاحساس جميل ان هو اكن تلاميذها واولادها رجعوا تاني يشوفوها تاني وهي في المحنه اللي هي فيها دي. ده حقيقي. أنا عايز أشجع الكل إن هو يزورها. الأستاذة أمال لا تمل أبدا من الزيارات، بالعكس بتستقبلها بمنتهى السعادة. الشباب بالذات لو زاروها هيستفيدوا جدا جدا من الدروس والحكايات اللي هتقولها لهم. طبعا. وأنا شخصيا طلابي يعني أنا لا ينقطع عن زيارتها الحقيقة. وعايز أقول إنه هي يعني تتمنى، وأنا بتضغط عليها الحقيقة إن هي ترجع مرة للميكروفون مرة ثانية للميكروفون، لأنه هي ما زالت في كامل وعيها، وخسارة إنه إحنا يعني نفتقد لصوتها. وعايز أقول سر إنه الشاعر بهاء جاهين سجل لها بالفعل فوازير رمضان اللي جاي، وده يمكن خبر يذاع لاول مره. طبعا فان شاء الله في رمضان اللي جاي نستمتع بصوتها مره ثانيه. يا ريت يا ريت. طب انا نفسي حضرتك تبلغها او تاخد منها الموافقه انه احنا المذيعات بقى الجيل الحالي ان احنا نيجي نزورها يا ريت، ونتشرف بلقاء قامه كبيره زي الاذاعيه القديره امال فهمي، وده طبعا هيكون حاجه بالنسبه لنا سبق.
انا كمذيعه في مشواري هيكون سابق ان انا اقعد مع اذاعيه قديره زي الاذاعيه. وشرف كبير لينا جميعا. ده حقيقي. يا ريت تاخد لنا بس الموافقه منها. اعتبروها خلاص تمت وبس ننسق الموعد ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا الاعلاميه والدكتور محمد سعيد محفوظ، بنشكرك جدا جدا على تنظيم الزيارات للاذاعيه القديره امال فهمي، وشيء جميل جدا الوفاء الحقيقه. والانسان فعلا